Resident Evil. السلام عليكم. جمعت لكم كل شيء لازم تعرفه عن Resident Evil Zero. جمعت مو اكتشفت، يعني جبت لكم من كل المواقع والفيديوهات والمعلومات كلها 100 معلومة عن Resident Evil Zero وحطيتها لكم في فيديو واحد وبس. ما راح أقول أي شيء ثاني لأن الفيديو شكله بيكون طويل جدا. ويلا نبدأ. أول ما انتهت كابكوم من الجزء الأول الكلاسيكي وبعد ما نجح، بدت فكرة أنهم ينتجون أجزاء ثانية ومن ضمنها الجزء زيرو. بعد إعلان الجزء زيرو وأنه بيكون على جهاز نينتندو 64، كانوا كابكوم ناطرين إضافة اسمها ديسك درايف آد أون على الجهاز نفسه عشان يدعم قوة اللعبة، لكن الفكرة فشلت وهذا اللي خلت كابكوم تلغي اللعبة وتنزلها على نينتندو جيم كيوب لاحقا. الجزء زيرو اللي على نينتندو 64 لغوه لأسباب كثيرة، أهمها ودها ترد الفكرة الأساسية اللي كان يبونها على الجزء الأول قبل وما ضبطت معاهم سابقا، وهي أنك تلعب بشخصيتين، وهم كانوا يبون فيها الكثير من الوحوش كأعداد مو أنواع، يعني زومبي كثار وهنتر كثار إلى آخرة، وما كانوا يبون يكون فيه صندوق حفظ الأمتعة. هالأمور الجهاز البسيط نينتندو 64 مستحيل يعملها، وكابكوم حققت حلمها بعدين بالجيم كيوب. لعبة Resident Evil Zero على جهاز نينتندو 64 اللي لغوها كانت جاهزة بنسبة 20% فقط، وكانت فقط في القطار. تقدر تلعب اللعبة الحين لو تبي على الجهاز نينتندو 64 لكن ديمو فقط، يعني شيء بسيط جدا، وهو من خلال محاكيات خاصة تقدر تحصلها بسهولة في الانترنت. إدوارد دوي المفروض تكون إيده مقطوعة في نسخة 64 نينتندو 64، وهي تكملة للإيد المقطوعة في الجزء الأول الكلاسيكي، لكن كابكوم عدلت كل شيء وخلت إيد إدوارد في الزيرو النسخة النهائية غير مقطوعة. وأما في الريميك الأول ما راح تشوف ترى لقطة الإيد المقطوعة نهائيا، يعني رسميا ما في شيء اسمه إيد مقطوعة. كانت فكرة اللعبة اللي على جهاز نينتندو 64 انك تلعب بشخصية ثانية مو بيلي، كانوا بيخلونا انريكو ماريني وتكون في غابات الراكون، وتم الغاء الفكرة وعدلوها بإضافة بيلي كوين بعدين في نسخة الجيم كيوب. والدليل انك راح تلعب في ماريني في غابات اركلي هو الصور الأولية من نسخة نينتندو 64، وراح تلاحظون مكتوب فوق قرويين، وهذا واضح انهم ناس ساكنة او عايشة داخل غابات الراكون. هذول التصاميم الأولية لشخصيات يكونون في القطار في نسخة نينتندو 64. بعد ما عادوا صناعة اللعبة على الجيم كيوب وأثناء الانتاج كانوا بيغيرون القصة تماما، وكانت بتكون جزء جديد ما بين الأول والثاني، يعني بين أحداث قصر سبنسر ومدينة الراكون. وبعد اجتماعات قرر ميكامي أنها تكون نفس الاتفاق اللي كانوا يبونه من زمان، وهي أحداث زيرو وما غيرها. أغلب اللي لعبوا الجزء زيرو استغربوا من ريبيكا، شلون بطلة في الجزء زيرو وخوافة في الجزء الأول؟ الجواب هو خطأ من كابكوم، لكن سلكته بعدين بإضافة لعبة أمبريلا كرونيكلز اللي قررت فيه وقالت إنها تعبت خلاص وقطت أسلحتها وما تبي تغامر نهائيا. راح تلاحظون أن ريبيكا في الريميك الأول قابلت كريس كم مرة فقط، واضح أنها تعبانة ما تبي تغامر معاه خلاص، لكن لما تقابل ريتشارد إيكن اضطرت أنها تقاتل معاه. بخصوص اللقطة الشهيرة لروبيكا وهي مرعوبة من الهنتر في الأول ريميك، هو إنها ببساطة تعبانة وما كان أيضاً عندها السلاح بهالوقت، لهالسبب كانت مرعوبة. تقريباً الكل حرفياً لو خيرتهم بين نظام الأمتعة في زيرو أو الأول، الكل راح يختار الريماستر. نظام اللعبة بخصوص الأدوات هو إنه ما في صندوق أمتعة وكل شيء ترميه بالأرض موجود مكانه وترجع تأخذه بعدين لو تبي، عكس الأجزاء الكلاسيكية خصوصاً الريميك الأول لأنه قريب من نظام هاللعبة. هالفكرة مع إنها جديدة وكابكوم كانت متأملة إنها تنجح إلا إن الكل انزعج منها، ولهالسبب كابكوم لغت هالفكرة بعدين نهائياً. ريبيكا هي من الشخصيات اللي بشكل غريب كابكوم صممت لها الكثير من الملابس المبدئية في الجزء الخاص بجهاز نينتندو 64، وبعدين بعد في الريماستر رجعت لها الملابس كثيرة بعد. الحبكة القصصية فيها أخطاء تقهر، الكل عنده راديو والمفروض يتواصلون مع بعض، معقولة طوال المشوار فقط ريبيكا تواصلت مع أنريكو مرتين بس؟ يا حبيبي أنت في مكان كله وحوش، ريبيكا ما كلمت أحد نهائيا، يعني مثلا أول ما تواجه الزومبي المفروض طبيعي تبلغ الكل أن تروها واجهت زومبي من هالكلام، وإدوارد لما واجه الكتاب براه المفروض بلغ ربعه، يعني تحس أن موضوع من ناحية القصة مو راكبة أبدا. كان في جليتش انك تخلي ذخيرة البازوكا او جرينيت لانشر بالمئات ويعتبر لا محدود لانك مستحيل تنهيهم، لكن في الريماستر صلحوا هالجليتش وما تقدر الان تعمل الجليتش الا في نسخة الجيم كيوب. وطبعا اقول لك من الحين مستحيل تقدر تلعب النسخة القديمة لان شوف الفرق بينهم واضح بين الريماستر والجيم كيوب.
كابكم جابت العيد لما تبي تخلي فيها الجزء وحش أيقونة، يعني في الثاني مستر إكس، وفي الثالث نمسس، وفي الرابع دكتور سلفادور. الرابع من كثر وحوش أتوقع بتخلفون الرأي، ما تلامون. المهم في هالجزء اختارت الليتش هذا المعفن اللي اسمه ممكري ماركوس، يعني ماركوس المنخسوخ، كان من أسوأ الوحوش المطارد. باختصار الفكرة يعملون مستر إكس ونمسس، لكن طلع لنا هذا. وحوش هالجزء ركزت بشكل كبير وجميل على المكان، يعني الوحوش البيولوجية هي جاية من الغابات مثل الخفاش والضفدع والقرد والدودة والعقرب والعناكب والغربان. هذا تناسق جميل مع أحداث الجزء اللي بمكان لاصق بغابات أركلي. فرقة برافو اللي بالجزء زيرو تراهم من أقوى الناس، بس أهم لما راحوا لغابات الراكون كانوا متجهزين أنهم يقابلون عصابات عادية مثلنا وعندهم أسلحة، فلما واجهوا الزومبي أول مرة ويمشي ببطء توقعوا أنه بشر عادي، ونفس الشيء الكلاب اللي توقعوا أنهم كلاب عادية، فكانت وفاتهم هي بسبب عنصر المفاجأة مو لأنهم فاشلين. يعني مثلا فرقة السوات الأمريكية المعروفة بأنها مدربة بأعلى جودة تدخل عليهم الهانتر وتفاجئهم بعد ورويسكم بالثواني يموتون. إذا عملت طلب مسبق لنسخة Resident Evil Zero اليابانية Biohazard للجيم كيوب راح تاخذ معاها مجسم الكلب الزومبي سيربروس. نظام الليتش هانتر هو نظام يطلع لك بعد ما تنهي اللعبة، ومن خلال الطور تطلع أسلحة لا نهائية عشان تلعبها بطور القصة. الصعوبة في هاللعبة انك اذا اخذت ليتش واحد ما تقدر ترميه، وهذا يحشرك لان امتعتك محدودة بعدد 6 خانات فقط. واللي يزيد صعوبة تطور الليتش هانتر ان بيلي يقدر يشيل الازرق فقط وربيك الاخضر، وفيه 100 ليتش لازم تاخذهم كلهم عشان تفتح كل الاسلحة الموجودة في هالطور. الاسلحة اللي تقدر تطلعها في طور الليتش هانتر هو ذخيرة اضافية للرشاش، وذخيرة لا نهائية لمسدس عادي والشوتجن والمقرم، وذخيرة نهائية لكل الاسلحة بالكامل. عشان تطلعهم لازم تجمع عدد معين من الليتش، وهذه القائمة كاملة. في نسخة الريماستر تقدر تبدل ملابسك بأي وقت من خلال القائمة لما توقف اللعبة، لكن في النسخة الأصلية اللي على نينتندو جيم كيوب تحتاج لمفتاح خاص بعد ما تنهي اللعبة، وهم لازم تروح لمكان الملابس في القطار عشان تبدل ملابسك هناك. بعد ما تنهي اللعبة فيه 5 تقايم لك، وهي D, C, B, A, S. الفرق بينهم هو الوقت فقط. إذا انهيت اللعبة بتقييم A راح يطلع لك سلاح الرشاش، لكن إذا انهيتها بتقييم S راح يطلع لك البازوكا والرشاش بعد. الرشاش إذا ضغطت على زر الإطلاق النار بشكل متكرر أسرع من أنك تضغطها بشكل مطول، يعني الأفضل بأصبعك تشكل بشكل يدوي وبسرعة على زر إطلاق النار. لما تشوفون علامة النسبة المئوية ما يجي في بالك هالنسبة عبارة عن كم طلقة؟ في هالجزء كل نسبة مئوية عبارة عن 3 طلقات، يعني إذا عندك 100% فأنت عندك 300 طلقة أو ذخيرة لهالسلاح. إذا انهيت طور الليتش هانتر وجمعتهم كلهم تلقائي أسلحتك تكون لا نهائية في القصة، لكن إذا تبي تلعب بدون ذخيرة نهائية تقدر تلغيها بسهولة من قائمة البونص، وتقدر بعد تردها مرة ثانية وتفعلها بأي وقت. إذا ذخيرتك ما تنتهي ما تحتاج تعمل ريلود إعادة تعبئة للذخيرة نهائيا. الأوامر اللي تعطيها لزميلك تختلف واختيارها عشوائي، يعني لما تبي تنادي بيلي في 3 جمل كل شوي يغير طريقة الجملة بشكل عشوائي. في شاشة التحميل اللعبة كل شوي تعطيك جملة تلخص الرعب اللي أنت فيه، وهذه كل الجمل الموجودة في اللعبة. لحظة الانتظار لما ما تتحرك تتغير حسب السلاح اللي ماسكه، وترى ربيكة تمل بسرعة أكثر من بيلي. تقدر تطلع بسرعة من قائمة الأمتعة إذا ضغطت على زر القائمة أسرع من أنك تضغط على زر الإلغاء، يعني نقول أن اللي يفتح قائمة الأمتعة مثلث مثلا، واللي يلغي خلينا نقول خيار دائرة مثلا، من الداخل إذا ضغط مثلث على طول يطلع، لكن إذا ضغط على مربع تحتاج تضغطها مرتين. هذه المعلومة مهمة للسبيد رن اللي بينهون اللعبة بوقت سريع. هذه صعبة ومو لازم تعتمد عليها، لكن إذا خدت طاقة أو أداة وبنفس الوقت الوحش بيضربك ما راح يقدر، وفي ناس فعلا تستخدمها ضد بعض الأعداء، بس تراهي جدا صعبة. إذا قائمتك مليانة وخدت علاج تقدر تدمجه مباشرة مع أحد النبتات اللي عندك. تقدر تقتل الهانتر بطريقة ذكية في هالمكان، وهي أنك ترمي المولوتوب عليهم من فوق، بس خليك دقيق بطريقة الرمي المولوتوب، فعلا راح يوفر عليك شغلات كثيرة. ما جاء في بالك كم فيه زومبي في اللعبة؟ أقصد أشكال الزومبي وملابسهم، في 15 نوع من الزومبي في هاللعبة. في بداية صناعة اللعبة كان في أنواع للزومبي لغوها بعدين، وهذه هي أشكالهم. وشم بيلي مكتوب فيه ماذر لوف، وهو يعني أنه يحب أمه كثير، بس كانوا بيحطونه ماني لوف وهو أنه يحب الفلوس ولغوها.
سبب اختيارهم لهالاسم تحديدا هي اغنية اسمها Mother Love من فرقة كوين، وهي نفس اسم الفرقة اللي هم غنت اغنية Made in Heaven. واضح ان كابكوم او المنتجين يحبون هالفرقة. في مكانين في اللعبة اذا وقفت عندهم ما يقدرون يهجمون عليك الزومبي نهائيا، اللي موجودين الان في الفيديو. هذه مشية غريبة صح؟ اول مرة تشوفها. هي لما تكون طاقتك صفرة اضغط بشكل متكرر على الزر الركض وراح تشوف هالمشية. كلمة رئيس نتندو المتوفى موجودة في احد اللوحات في اللعبة تقديرا له، وهو كان له الفضل انه جاب هاللعبة لنتندو جيم كيوب. اللوحات الفنية اللي تشوفها باللعبة كلها حقيقية ومأخوذة من مصادر مختلفة. تم عمل نسخة ريماستر للجيم كيوب بعدين اللي كان فيها تحسينات كبيرة للخلفيات واشكال الشخصيات فقط. طور ويسكر اضافوه بالريماستر اللي يكون له قدرات خاصة ويتحكم في ريبيكا، راح تلعب نفس القصة بالضبط لكن بشخصية ويسكر بدل بيري مع قوة خاصة له. قوة ويسكر الإضافية هي الركض السريع وخزة الموت. لما تعطي الأوامر للشخصية الثانية حركة الشفاه تحسنت كثيرا في الريماستر عن الجزء الأساسي. في نسخة الريماستر عدد خانات التخزين 20، أما بالريميك القديم ترى كان فقط 6. الإيزي في الريماستر صار أسهل بكثير من الإيزي في الريميك القديم. أضافوا في الريماستر قائمة الفيديوهات اللي ما كانت موجودة في نسخة الريميك القديمة في المنيو الأساسي في اللعبة. في نسخة الريميك القديمة لما تنهي اللعبة يوريك فقط الوقت، لكن في الريماستر راح يعرض لك كل شيء مهم في تختيمتك. في شاشة النهاية يوريك عدد الوحوش اللي قتلتهم، لكن إذا قتلت الليت الصغار ترى ما ينحسبون من ضمن هذه القائمة. في الريميك القديم المولوتوف يضر زميلك، لكن في الريماستر شالوها بعدين. في الريميك القديم حركتك وانت تشيل الليت مو متناسقة، عدلوها في الريماستر وصارت معقولة وواضحة في هالفيديو. في الريماستر تقدر تعبي ذخيرتك بسهولة عكس الريميك القديم اللي لازم تدخل القائمة وتعبيها من هناك. في نسخة الريماستر في آخر باب باللعبة لما تفتح الباب راح تشوف المفتاح واضح عكس الريميك القديم اللي يفتحون القفل وما في مفتاح بيتهم. أضافوا في نسخة الريماستر التحكم الذكي، وهو انك توجه شخصيتك حسب الاتجاه اللي توجهه في يدة التحكم مالتك، وهذا مخصص للجيل الجديد من عشاق اللعبة. في الريماستر تقدر تغير ملابسك في أي وقت تبيه من قائمة خاصة لتبديل الملابس. أضافوا في نسخة الريماستر التروفيز كتحفيز للعبها أكثر من مرة. ريبيكا فقط تقدر تصنع المواد الكيميائية، وهم تقدر تدخل في الأماكن الصغيرة فقط. وبالنسبة لبيلي فقط هو اللي يقدر يدز الشغلات الثقيلة، وهم ترى طاقات بيلي أكثر من طاقات ريبيكا. بيلي أسرع من ريبيكا بشوي، ولما توصل للطاقة الصفرة هم بيلي ترى أسرع من ريبيكا بشوي. الكريتيكال هيت او الطلقة القاتلة بيلي افضل من ريبيكا فيها، يعني في بيلي احتمالك تقتل الوحوش بطلقة واحدة اكثر من ريبيكا. تقدر تتحكم بالشخصية الثانية بنفس الوقت، وهي انك تستخدم الانالوج الثانية، هذه فقط عشان تتحرك بسرعة وما تنتقل كل شوي بينهم. تروفي قتل الخفافيش اللي اسمه وينج سبان اوف ساتن، وايضا تروفي داي ديفل بيرد مأخوذين من فيلم ايس فنتورا من تمثيل جيم كاري الشهير. هذه اللقطة تبين شكل ريبيكا المختلف كثيراً عن النسخة النهائية اللي تم تعديلها بعدين. بداية فكرة الجزء الزيرو انهم يبدون في شخصيتين اسمهم بيلي وآني، وكانوا مجرد مواطنين راكبين القطار ويكملون مغامراتهم. تقدر تسحب على العقرب اللي في القطار وانك ترمي اي شيء على الارض، وباللحظة اللي يهجم فيك عليه التقط اللي رميته وراح يتخطاك. راح تلاحظون ان هالمكان يشبه اللي بالجزء الثاني تماما، والسبب هو ان صنعتهم منظمة واحدة فاستخدمت هالتصميم في المكانين، شيء طبيعي جدا. ميكامي يكره ريبيكا وكان بيخليها تموت في الجزء زيرو، بس ما قدر لانها موجودة في الريميك الاول اللي صدر قبل الزيرو، وهذا خرب خطته. افا يا ميكامي. كانوا بيضيفون كاتم صوت للأسلحة والغوها، لان اللعبة من بدايتها لنهايتها ما تحتاج التخفي نهائيا، فليش يضيفون كاتم صوت؟ كان في وحش اسمه وحش ويسكر، وهو قريب من شكل القرد ويعتبر احد انتاجات ويسكر. لغوا هالوحش واضافوا القرد ما غيره إليمينيتور اللي باللعبة النهائية. في مفاتيح كثيرة تم إلغاها، ويقال انها هي نفس المفاتيح الموجودة في اللعبة، يعني نفس اللي نستخدم الان بس غيروا شكلها. كان في سلاح جديد وهي القنبلة وابدلوها بالمولوتوف بعدين. كان فيها ادوات مو معروف كيف راح يتم استخدامها لاي سبب تحديدا، مثل ادوات ميكانيكيه ومجوهرات، المهم تم الغائها بالنهايه. كان في معدات تطوير الاسلحه ايضا لكن تم الغائها نهائيا، كانت فكره حلوه للامانه. النبته الورديه الملغيه اكثر شيء حيرت عشاق اللعبه، لكن واضح انها كانت بديله للنبته الحمراء، لكن السبب الحقيقي مو معروف ليه.
كان في وحش جديد اسمه الرجل العنكبوت، وهو عنكبوت راكب في زومبي، واحتمال يطلع منه ويلحقك مثل البلاقة اللي في الجزء الرابع، طبعا ألغوها بعدين. دالي، هذا اسم وحش كان بيكون مكان البلاقة الزاحف وتم إلغاءه، والسبب في حركته البطيئة، وهذا مجرد توقع. العقرب والضفدع، الوحشين اللي ممكن يقتلونك في ضربة واحدة فقط. بيلي مر بأكثر من شكل مثل ما تشوفون أمامكم. هذه كل الأغلفة الخاصة في هالجزء. شكل العلق الليتش النهائي كان بيكون لونه بنفسجي. في لعبة على نظام الجوال اسمها تيبن، وهي لعبة قتال من خلال الكروت. في طور القصة في توضيحات جميلة عن الجزء زيرو، لكن ما هي كانون ولا لها علاقة بقصة اللعبة. الملابس الرسمية في جزء زيرو ريماستر حطم الرقم القياسي بين الأجزاء ب21 لبس. ريبيكا الحال لها 19 لبس. ريبيكا في الجزء زيرو، ومن ضمن الخطط الكثيرة اللي تم إلغائها من كابكوم، إنهم يخلون جيمس ماركوس يتحكم فيها وتكون شريرة لفترة مؤقتة. رجعوا هالفكرة مع جيل في الجزء الخامس. أول مخلوق في سلسلة ريزيدنت إيفل احتفلوا في إنتاجها رسميا هو الإليمينيتور القرد، وعملوا له حفلة فعلا، لكن بعدين تبين إنه فاشل وأغلقوا إنتاجه. هذا خطأ في وصف الغرض. هني أمام المراية لما تضغط عليه يكتب لك درع فيه صدع. وطبعا لا ننسى أن اللبس في الريميك هو تخليد للبسه الأساسي في النسخة الملغية من ريزيدنت إيفل زيرو اللي على نينتندو 64. شفتوا وردة درجة الشمس اللي فيها البلاقة اللي بالجزء الخامس؟ تراها موجودة في معمل ماركوس في الجزء زيرو، يعني البلاقة كانت موجودة في هالجزء. أقل لعبة في سلسلة ريزيدنت إيفل يطلع لها مودات ملابس وشخصيات مثلا يغيرونها هو هالجزء، وغريبة صراحة. دورت عن جواب لهالشيء ما لقيت، لكن أتوقع لأنه من أقل الأجزاء شعبية في سلسلة ريزيدنت إيفل. هذه ملابس ريبيكا وبيلي كتصاميم أولية قبل ما يلغونها، وهذه أيضا تصاميم أولية لأماكن اللعبة، بعضهم ألغوها بعضهم عدلوا عليها. وهذه مجلات الإعلان عن اللعبة أيام الزمن الجميل، فيه فيديو كامل مترجم من إنتاجي في القناة، رابط الفيديو في صندوق الوصف. وهم سويت فيديو شرح تفصيلي شلون تجيب التروفي البلاتينوم، هم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وآخر شيء أترككم مع أول إعلان رسمي لهاللعبة، بس قبل لا نحط الإعلان أحب أقول لكم أني للأمانة تعبت بشكل كبير أجيب لكم 100 حقيقة عن جزء واحد فقط من سلسلة ريزيدنت إيفل. فإذا تبوني أكمل واللعبة الجاية راح تكون الجزء الأول طبعا، خلوني أفرح بتعليقاتكم ولايكاتكم والنشر، أبيكم تبينوني أن تعبي جاب نتيجة. كان معكم فواز، ونلقاكم قريبا ومع ديمو ريزيدنت إيفل زيرو. Zero.